بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وتجسيدا لروح فريق البحرين، قام سعادة السيد أيمن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة وسعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة السابق بجولة في أرجاء وزارة شؤون الشباب والرياضة. وخلال الجولة التقى سعادة السيد أيمن توفيق المؤيد وسعادة السيد هشام بن محمد الجودر بموظفي الوزارة، واستمع إلى الأعمال التي يقومون بها والمهام الموكلة لهم والخدمات التي يقدمونها إلى منتسبي القطاع الشبابي والرياضي في المملكة. وأشاد سعادة السيد أيمن توفيق المؤيد بالجهود الطيبة التي بذلها سعادة السيد هشام بن محمد الجودر أثناء توليه رئاسة الوزارة في الفترة الماضية وتنفيذه للعديد من المبادرات التي ساهمت في الارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية في المملكة، مثنيا في ذات الوقت على الجهود التي يبذلها موظفو وزارة شؤون الشباب والرياضة من أجل تنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحقيق أعلى درجات المهنية والاحترافية في العمل وتسخير جهودهم للارتقاء بمنظومة العمل الإداري الفني في الوزارة، الأمر الذي ساهم في تسهيل الخدمات التي تقدمها الوزارة لعملائها وإنهائها بالشكل المتميز.